بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بالجميع في هذه المحاضرة بعنوان التقصي الوبائي للعاملين المتطوعين في فرق التقصي الوبائي. أنا دكتور محمد نجيب عبد الله من برنامج الوبائيات الحقيقية. نبدأ بالأهداف التعليمية. في نهاية المحاضرة ستكون على دراية بمعرفة التالي: 1- تعريفات عامة مرتبطة بالتقصيات الوبائية، أهداف التقصي الوبائي، خطوات مراحل التقصي الوبائي، ثم مكونات أو عناصر فرق التقصي الوبائي، وبعدين أخيراً مهام المتطوعين خلال مرحلة جمع بيانات الحالات. بالنسبة للمصطلحات العامة اللي هي مرتبطة بانتشار الأمراض المعدية، دائماً الأمراض المعدية بتحدث في شكل حالات متفرقة اللي هي نسميها حالات فردية، أو بتكون متجمعة أو في شكل أوبئة اللي هي ممكن تكون وباء مطلق عليها وباء أو فاشية. الاثنين هما حدوث الحالات بمعدل أكثر من المعتاد أو المتوقع في مجتمع محدد. الفرق بيناتهم بس إنه الفاشية أو الأوتبريك بتكون دائما محصورة في حتة أضيق شوية. يعني الجائحة أو البانديميك أو ما يعرف بالوباء العالمي، وده يكون دائماً بيستخدم لوصف الأمراض المعدية عندما تتفشى، ويكون تفشيها واضح جداً في عدد من البلدان في العالم في نفس الوقت. آخر تفشي وبائي عالمي كان في عام 2009 مع انتشار مرض إنفلونزا الخنازير. التقصي الوبائي أهميته أنه هو أحد أنشطة علم الأوبئة والصحة العامة، وهو مكون هام وبيشكل تحدي في تحديد مصدر الفاشيات والأوبئة ومنع حدوث الحالات الإضافية أو زيادة الأوبئة واستشراعها. لما نتكلم عن التقصيات الوبائية بشكل عام، دائماً بنقصد يا إما تقصي وبائي اللي هو ده العمل الكبير اللي نحن بصدده اليوم، أو التقصي البيئي، أو التعامل مع الجمهور والإعلام وخلافه. وعادةً عندما ينتهي التفشي بيساعدنا في أن نحن يكون عندنا معرفة، بتزيد معرفتنا بالمرض خاصةً بالنسبة للأمراض الجديدة، ويساعدنا في منع تفشيه في المستقبل، بالإضافة لأنه فرصة تدريبية للناس العاملين في مجال الوبائيات، وبيعزز التعاون بين الأوساط العلاجية والصحة العامة. عادة نحن بنقوم بأعمال التقصي الوبائي في حالة التفشي المرضي أو تفشي الأمراض المعدية بالذات. الهدف الأساسي من التقصي الوبائي هو السيطرة على الوباء ومنع حدوثه مستقبلا، وبتم هذا من خلال تحقيق أهداف محددة، وهي تحديد سبب تفشي المرض، ليش المرض ده تفشى، ومعرفة مصدر الوباء وعوامل الخطورة وطرق إدخاله. وده بيساعدنا في أنه نحن ننفذ تدابير وقائية مناسبة للسيطرة ومنع المزيد من الحالات. بالإضافة لكده ممكن تقدير حجم الوباء، وزي ما ذكرنا سابقا فرصة للتدريب. خطوات التقصي الوبائي دائما يشار لها بأنها هي 10 خطوات، وده كلام يعني كلام نظري نوعا ما. المهم أنه هي الخطوات دي كلها بتتم من خلال خطوات منتظمة، وقد تختلف في عددها وترتيبها ومحتواها من مصدر لمصدر، عشان ما تعمل الواحد نوع من الكونفيوجن أو الخلط. نحن عشان مناسبة أو ارتباطا بالعمل بتاعنا، عمل التطوعي في الفترة القادمة دي إن شاء الله، نختصر خطوات التقصي الوبائي في 4 أجزاء أو 4 محاور. المحور الأول هو تأكيد حدوث الوباء، بعدين وصف الوباء، بعدين تحديد مسببات الوباء، وبعدين السيطرة. نمشي فيها سريع شوية في بعض الخطوات دي، نوع من التوضيح. تأكيد حدوث الوباء، لا بد أن الناس في الأول يتأكدوا أنه فعلا في وباء، لأنه أحيانا بيكون في يعني زيادة في الحالات، لكن هي قد لا تكون فعلا حقيقية، زيادة حقيقية، لا بد من التحقق عنها. وده بيتم من خلال معرفتنا بالمعدلات القديمة المعتادة للمرض، وبنراجع برضو إذا كان في أي اختلافات في التشخيص، إذا كان في فحوصات مختبرية اتعملت بشكل زيادة أو غيره أو غيره. المهم نحن نتأكد أنه فعلا في وباء حقيقي، وعند الحاجة يتم تشكيل فرق التقصي الوبائي. بعد ما تتكون الفرق وتتكون الحاجات دي كلها، نحن عاوزين في الآخر نصل إلى وصف للوباء، والوصف دي بيشمل معرفتنا بمن يصاب وأين يحدث المرض والمواصفات الأخرى للوباء للمرض.
الحكاية دي بتتم من خلال معرفتنا بأنه نعرف من هو الحالة، مين هم الحالات، ونعرف إذا كان هل تم التعرف على كل الحالات ولا لسه في حالات غير مكتشفة، ومن ثم يكون عندنا وصف للحالات دي، توزيعها وخلافه. الحالات بتتم من خلال ما يعرف بالوصف الحالة أو الكيس ديفينيشن، ودي عشان كده نحن لازم يكون عندنا مراجعة للكيس ديفينيشن عشان نحدد بمواصفاته، وحسب مواصفات وصف الحالة يصنف الشخص إذا كان حالة أو لا. بالنسبة للحالات الجديدة، أو عشان نتعرف على الحالات، كل الحالات، نتأكد أنه نحن تعرفنا على كل الحالات، بنعمل ما يسمى بالبحث عن الحالات، لكن ده لازم يتم بصورة منهجية من خلال دائما المخالطين، وبيتم باستخدام أداة هي الاستبيان أو استمارة بتصمم خصيصا للوباء وتسمى استمارة التقصي الوبائي، وفي الغالب هي دي اللي احنا بنشتغل بها في مع الكوفيد أو مع الجائحة الحالية. بعد كده بنحتاج أنه نوصف الحالات دي بشكل عام من خلال، بعد ما نجمع البيانات كلها بنحتاج أنه نوصفها من حيث الشخص والزمان والمكان. وصف الحالات زي ما قلنا بيتم عن طريق الشخص من خلال التوزيع حسب الفئات العمرية، وتوزيع حسب الجنس وحسب الوظيفة، وإذا كان في مواصفات تانية. من الناحية الزمنية بنحتاج للبيانات بشكل رسمي بياني، واللي هو ده معروف بالمنحنى الوبائي للوباء، ده بيساعدنا لمعرفة أشياء كثيرة تتعلق بمسار الوباء، والتوزيع الجغرافي برضه مهم، وكل الأشياء دي يا جماعة بتساعدنا في أنه نحن نحدد الأشخاص وأماكنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، عشان نقدر نوجه إجراءاتنا الوقائية للأشخاص الأكثر عرضة في البداية. من الأشياء اللي بنحتاج لها برضو نعرفها اللي هي تحديد مسببات الوباء، من حيث إيش المسبب إيش المسبب المرضي بالنسبة للوباء دي، والحاجة الثانية تحديد عوامل الخطورة، والحاجة الثالثة المهمة اللي هي تحديد طرق انتقال المرض. دي معرفة الأشياء دي مجتمعة بتخلينا نحن نضع فرضية عن سبب الوباء وانتشاره وخلافه، وهذه الفرضية تحتاج أن يعني يتم اختبار، وبالتالي ده بيقودنا إلى تنفيذ دراسات وبائية أخرى إضافية، قد تكون دراسات بيئية أو دراسات مختبرية. العنصر الأساسي في تقصي الوبائي أو في احتواء الأوبئة هو تفعيل إجراءات السيطرة، وده شكل ده العنصر الأساسي، وبيتم دائما من مختلف يعني بنستخدم فيه مختلف الاستراتيجيات أو السلوكيات، إذا كان في تحسينات بنستخدمها، إذا كان بنستخدم التوعية الصحية بشكل مكثف، لأن دي بتساعدنا لتوصيل المعلومة وتوصيل طرق الوقاية ومعرفة الناس بانتقال المرض، مكافحة العدوى خاصة في المستشفيات وفي المؤسسات العلاجية والصحية مهم جدا جدا في مكافحة المرض وفي السيطرة عليه، الإصحاح البيئي برضو مهم جدا، وإذا كان في أي علاجات موصى بها الناس بيستخدموها في مقاومة أو في علاج المصابين. أخيرا وليس آخرا، لازم يكون في تقوية للترصد الوبائي أو ما يعرف بالمراقبة الوبائية للأمراض، تم تنشيطها على مختلف المستويات. المرحلة النهائية في التقصي الوبائي دائما بتكون هي نشر النتائج، إعداد التقارير ونشر النتائج، ولا بد من مشاركة النتائج دي، وعشان النتائج دي اللي تكون فاعلة وعندها يعني فعالية في المكافحة، لا بد أنها تكون معلومات صحيحة ودقيقة، ويتم مشاركتها في الوقت المناسب، لأنها دي بتساعد الجهات المعنية زي الجهات الصحية على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب. برضو بنحتاج أن نشاركها مع الجمهور، لأنه الجمهور مهم جدا يكون عارف سبل الوقاية وسبل الوقاية من المرض، والجهات الإعلامية برضو لها دور كبير جدا في المساهمة في التوعية وإزالة المفاهيم الخاطئة. طيب،
بعد كده نجي للجوانب العملية في الموضوع، اللي هو تجهيز للعمل الميداني. المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى هي فريق التخصص الوبائي، كيفية تكوين الفريق التخصص الوبائي وحجم الفريق للتخصص الوبائي. بيتم التحديد من الفئات والأعداد وفق الحاجة وحجم العمل والإمكانيات المتاحة، لكن على الأقل لابد أنه الفريق فريق التخصص الوبائي يضم أحد من الوبائيات وأحد من التمريض أو من الجانب الطبي، بالإضافة إلى أحد من المختبرات عشان يشرف على موضوع التعامل مع العينة الحالة، إضافة لكادر مساند أو مساعد للحياة اللوجستية. الخطوة الثانية اللي هي لابد أنه إدارة وتنظيم العمل والأفراد المشاركين، بحيث أنه كل واحد يكون عارف دوره وعارف المهمة بتاعته وإيش دوره العمل اللي تقوم به الآخرين، عشان ما يحصل ازدواجية في العمل أو تضارب في العمل. قد نحتاج أنه نعمل بعض الاستشارات لبعض الجهات، أو نشوف المراجع أو نشوف الأدلة ونشوف الموجهات، ويكون في اتصالات بالأنحاء المختلفة عشان لو في أي تنسيق تحرك ولا كده يكون في مسبق قبل التحرك. يمكن النشاط الأساسي اللي بيتم في الفترة القادمة أو المطلوب من المتطوعين أو بيشاركوا فيه المتطوعين هو نشاط جمع البيانات. وفي جمع البيانات هنا عندنا بنتعامل مع عدد من الحالات في التخصص الوبائي. عموما في التخصص الوبائي مع الحالة الأولى، ده دائما بيتم في المرحلة الأولى للوباء، وتقصي مع المخالطين المباشرين خاصة أفراد الأسرة أو المخالطين في العمل، وأحيانا بنقابل واحد يكون يسموه الوكيل أو من ينوب عن الحالة في بعض الأحيان. وفي بعض الحالات مش كثيرة يعني، بيكون في نضطر أنه يكون في زيارة ميدانية لمنزل الأسرة المصابة. بالحالة الأولى عندها أهمية خاصة، ولا بد أنه يكون في إجراء معها، يعني إجراء تقصي عميق مع بالنسبة للحالة الأولى، لأن هي عندها أهمية خاصة من ناحية الوبائية، بتشكل لنا العنصر الأساسي لحصر المخالطين والتأكد من التشخيص وتحديد طرق الانتقال ومعرفة الآخرين الأكثر عرضة. المعلومات المطلوبة دائما من الحالة الأولى بتشمل الأعراض والعلامات، تاريخ بداية المرض والتحركات والمخالطين، أهم حاجة المخالطين، أسماؤهم وبياناتهم وأرقام جوالاتهم ونوع العلاقة ومكان المخالط. المخالطين الآخرين اللي هم المخالطين المباشرين غالبا للحالات برضه عنصر أساسي في العملية، وبتحتاج لعدد من القرارات والترتيبات اللي هي قد تستغرق زمن طويل نسبيا، لكن لابد أن الناس في مرحلة الوباء تتم الترتيبات دي بشكل سريع شوية عشان ما يكون في تأخير في الزمن. وأهم حاجة يتم مراعاة احترام الخصوصية والتقاليد والمشاعر للأشخاص اللي بيتم معهم المقابلات. الوكيل ده أحيانا بيكون بديل للحالة نفسها أو كحالة مكملة، المهم أنه هو ده شخص يكون لصيق بالحالة عشان يدينا معلومات حقيقية وموثوقة عن ممارسات وعادات وسلوكيات المريض. لكن الحتة دي بالذات لابد أن يكون بها شخص خبير في هذا المجال، لأنه بتعرض سرية المريض للخطر، فيجب الانتباه لها. إذا كان في احتجنا أن نكون في زيارات، لابد أن نكون في شكل سريع، والزيارات دائما الميدانية بتهدف لاكتشاف حالات جديدة، التعرف على عوامل الخطورة في بيئة الشخص المصاب، ومثلا ملاحظة وجود زحام، وجود حيوانات، وجود سلوك خطر أو يشكل خطر التسلوية خلافه. لكن في الغالب أن احنا بيتم يعني أغلب الأنشطة بتاعتنا بتكون في مجال التقصي الوبائي للمخالطين المباشرين للحالة. طيب عشان الواحد يشارك في أعمال التقصي الوبائي لابد أن يكون عنده بعض الخلفيات، يعني ما بالضرورة أن يكون عنده معلومات تفصيلية، لكن على الأقل يكون عنده خلفية أساسية عن المعرفة الطبية أو المعرفة الصحية عن الأمراض عن مسمياتها وخلافه، يكون عنده شوية معلومات أساسية عن أساسيات علم الوبائيات
الحالات وتوزيعها وتصنيفها وغيرها. قد يحتاج إلى مصادر مثلا مراجع عن المرض وغيره من وزارة الصحة، من المنظمات زي الصحة العالمية أو السي دي سي. وبعض أحيانا يكون قد يكون يتطلب الموضوع أن يكون عنده معرفة ببعض الفحوصات المخبرية. الأهم من كله، أهم حاجة، أنه لابد أن يتمتع بالتفكير المنطقي السليم أو الكومن سنس، وهي دي القدرة، قدرة الشخص ومهاراته الشخصية في التعامل مع الآخرين، خاصة الأشخاص اللي بيكون قد تختلف ثقافاتهم منه، والقدرة على فهم المعايير الثقافية والظروف المحيطة بالشخص اللي أنت بتتعامل معه، التقصي الوبائي. والحكاية دي بتتطلب تدريب ونوع من الخبرة، ونتمنى أن الناس يستفيد من الممارسة دي في صقل الخبرات. كل الناس دي احنا بنعتبرهم أشخاص تحت التقصي، يعني احنا بنقول بنسميهم patient under investigation أو مريض تحت التقصي، ولكن هم كلهم سواء كان مريض أو سواء كان خالط أو سواء كان وكيل ولا خلافه، كل الناس دي احنا بنتعامل معاهم في التقصي الوبائي. بنحتاج منهم لبعض المعلومات اللي هي بتكون تنحصر في حصر المخالطين، كامل المخالطين، نتعرف على كامل المخالطين، وإذا كان الشخص المريض عامل صحي ولا لا، التاريخ الوبائي خلال 14 يوم الأخيرة قبل ظهور الأعراض، من حيث إذا كان في اختلاط، إذا كان في تحركات غيره، وتاريخ بداية الأعراض، وإذا كان هل هناك له احتكاك مباشر مع حالة مرضية، أو تعامل سافر مثلا مع شخص قادم من منطقة، أو احتكاك مع شخص أو مريض قادم من منطقة موبوءة. التحركات برضو خلال 14 يوم السابقة لبداية الأعراض مهمة جدا، وكان في حالات مشابهة هي بتشكل يعني تجمع بتاع حالات في منطقة واحدة. عشان كده مهارات التواصل مهمة جدا، وأنا أفردت لها يعني الشريحتين الأخيرات دي بخصوص مهارات التواصل، لأنه نحن بيانات التقصي الوبائي بنتم جمعها من خلال أجهزة متعددة، فيها مراجعة سجلات، فيها ملاحظة، فيها مناظرة، فيها حاجات أخرى، أنشطة أخرى، لكن معظم البيانات الأساسية من حيث الكمية والنوعية بتكون من خلال المقابلات الشخصية وباستخدام استمارة التقصي الوبائي. يعني المقابلات الشخصية باستخدام استمارة التقصي الوبائي هي الشيء الأساسي أو النشاط الأساسي لجمع البيانات في عملية التقصي الوبائي. الأشخاص اللي بيقوموا بالكلام ده لابد أن يكون عندهم قدر مناسب من قدرات ومهارات التواصل. دي شيء مهم جدا لتوضيح الرسالة بوضوح، أن أنت لما تسأل الشخص سؤال لابد أن تكون واضح بالنسبة له، واستخلاص المعلومة المطلوبة في الاستمارة بتاعت الاستقصاء الوبائي. كل هذا لابد أن يتم مع مراعاة مرحلة الاحترام كرامة وخصوصية المريض. ده شكل ده موضوع مهم جدا جدا، وله مردود على نوعية البيانات اللي انت تجمعها. في الختام بس احب اذكر الناس بانه محاور التواصل هي لانه ثلاثة محاور: المحتوى، هل السؤال، والسياق. عند سياق السؤال ضع في اعتبار الثقافة ومستوى التعليم لدى المتلقي. في المكافحة كبير، إذا كان شخص صغير، إذا كان متعلم غير متعلم، لا صحيح تحط السؤال في صياغة مناسبة لفهمه. والنقطة الأخيرة اللي هي التواصل، ولا بد من إقامة علاقة ودية تضامنية مع المتلقي، يعني تدخل تضامنية دخلة طيبة جميلة، بحيث أنه يكون في قبول، وفي أنه يكون في تبادل ثقة، ويكون شكلك مناسب، وتبادل في طرح الأسئلة. في عملية التواصل مهم جدا أن نحن نضع اعتبار للغة الجسد وطريقة الكلام بتاعنا، دي كلها بتشكل عناصر مهمة جدا في توصيل الرسالة واستخلاص قايا المعلومات المطلوبة من التقصي الوبائي. وفي الختام جزيلا للاستماع، ونتمنى أنه في الختام للجميع التوفيق، الفاعلة إن شاء الله، وحمى الله العباد والبلاد.
من شر هذه الجائحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.